عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا بالصف العاشر عن العوامل المؤثرة في نمو البكتيريا. أول عامل اليوم رح نتحدث عنه هو عامل الأكسجين. لما العلماء جاءوا عملوا اختبار عن حاجة البكتيريا في الأكسجين، لاحظوا إنه صنفوها أو إلى ثلاث أنواع. أول عامل أو أول نوع بكتيريا هو بكتيريا اللاهوائية إجبارية. ليش سميناها بهذا الاسم؟ لأنه لو لاحظنا إنه عندي أنا البكتيريا تمركزت في المنطقة البعيدة عن تواجد غاز الأكسجين، وبيزداد عددها كل ما تعدنا عن الأكسجين. أما العامل الثاني أو النوع الثاني من البكتيريا هو البكتيريا اللاهوائية اختيارية، وهي البكتيريا تعتبر إحنا بالنسبة لنا نعتبرها سيئة. ليه؟ لأنها بتتمركز في المنطقتين، بتفضل إنها تعيش بوجود الأكسجين، كمان بتفضل تعيش إذا حتى ما توفر عندي غاز الأكسجين، نلاحظ إنها بوجودها في المنطقتين. هلا النوع الثالث من البكتيريا هو البكتيريا الهوائيه الاجباريه. هاي البكتيريا عندي بتتمركز في المناطق القريبه من تواجد غاز الاكسجين. هلا بسبب ان انا عندي في نوع زي البكتيريا اللاهوائيه اختياريه صعب اني انا اقتله في حال تخليه عن غاز الاكسجين، فدرسوا العلماء عامل اخر هو الرقم الهيدروجيني، او عندي مخطط البي اتش زي ما اخذتوه بالكيمياء انه هو مخطط بعدده درج من 1 إلى 14. من 1 إلى 6 تسمى بكتيريا حمضية، بمعنى آخر أنها تفضل دائما تعيش في الأوساط الحمضية. أما 7 تفضل دائما تعيش في الأوساط المتعادلة. أما عندي من 8 إلى 14 نعتبرها بكتيريا بتفضل أنها تعيش في الأوساط القاعدية. هلأ نيجي لآخر عامل اليوم رح نأخذه، هو عامل درجة الحرارة. زي ما عندي بين عندي المنحنى بوضح إن أنا عندي 3 مناطق لا درجة الحرارة. بداية الأمر رح نحكي عن درجة الحرارة الدنيا. لو انتبهنا نلاحظ أنه أنا عندي نشاط البكتيريا في درجة الحرارة الدنيا ببلش يكون قليل، يعني بيكون جدا جدا قليل. السبب يعني بيرجع أنه لا كمية الأنزيمات اللي بتحتاجها البكتيريا رح تكون قليلة جدا مع ارتفاع لا بالمنحنى وارتفاع لا. عندي درجة الحرارة الدنيا لو لاحظنا عندي نشاط البكتيريا رح يكون قليل جدا، ببلش نشاط البكتيريا يزداد كلما ارتفعنا في درجة الحرارة إلى أن نصل لدرجة الحرارة المثلى. هلا لكل نوع من أنواع البكتيريا لها درجة حرارة مثلى خاصة فيها، بتكون فيها البكتيريا بأوج نشاطها، والسبب في ذلك إنه بيكون عندي نشاط الأنزيمات بتحتاجها البكتيريا في أعلى قمة إلها. هلا بتبلش عندي النشاط برضه رح يرجع مرة تانية لما أنا تيجي عندي ترتفع درجة الحرارة أعلى من المثلى، والسبب بيرجع إنه نشاط الأنزيمات رح يقل تدريجياً ورح يتدمر، بمعنى آخر اللي هو الأنزيم نفسه كتركيب بروتيني رح عندي يتدمر نهائياً إلى أن يصل لدرجة الحرارة العليا اللي البكتيريا في هاي الحالة لما توصلها أو توصل لدرجة الحرارة هون أنا عندي رح تموت الخلية البكتيرية. السلام عليكم ورحمة الله.